السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عندنا سلم. بقول لكم مثلا عندي في الليفل 1 في عندي هنا فلور اهوت. تعالوا نقول فلور دوت هقول له كوبي واحطه في ليفل 2. طيب هنا انا عايز اعمل سلم. طيب هنا الفلور مش ظاهر معايا ليه؟ ممكن اول حاجه افكر فيها الفي في فعلا ايه. تاني حاجه ممكن افكر فيها الفيو رينج وهكذا. في كذا حاجه افكر فيهم لما الاقي فيه عنصر مش ظاهر. دلوقتي انا اقول له انا عايز اعمل الستير. اقول له رن يعني هبدا ارسم على طول هو ده من ليفل 1 ليفل 2. هو بيقول لي ان هم تقريبا هيبقوا في حدود 18 سلمه. طيب قبل ما برسم بدخل هنا في الايديت. طيب بلاقي عندي حاجه اسمها الماكسيمم رايزر هاي يعني اعلى ارتفاع للسلمه 17 و 78 يعني 17 سنتيمتر. اكتر من كده مش هينفع. تمام ده مش معناه ان السلمه ده ارتفاع السلمه ده اقصى ارتفاع. اقصى ارتفاع لما بيشوف الدور قد ايه وكم درجه ده اقصى ارتفاع. اكتر من كده لو انت عدلت فيها لا هيبقى يعمل سلمه جديده. تمام ده اقل تريد ديبس قد ايه من المينيموم راند ويتس اقل عدد دي. طيب اقول له اوكي. طبعا الارقام مش دقيقه لانه كان بالبوصه وتحول للمليمتر. طيب هنا هقول له 9 درجات اهمت مش لازم 9 يعني زي ما انت عايز. تمام لو انت عايز يعني ايه يكون بشكل دوت. تمام وكل الناس تقفل. لا ما تقفلش اعمل لاندنج بتاعتك. تمام قول له انا عايز اعمل لاندنج. ليه؟ عشان السيبو مرتبطين ببعض من هنا لهنا كده. وتقول له موافق فرسم لي السلم بالشكل دوت. تمام الناس بتقول لك ارسم في اللور هنا. لا خليها مرتبطه ببعض. وبعد كده ممكن تلغي الريلينج بتاعك في اي وقت بعد كده. طيب اوكي تعالى نشوف السلم بعمل ازاي في 3D اهوت. طبعا لازم نفتح له الاورينج. تقدر تيجي على الريلينج هنا وتعدل فيه بحيث ان تلغي الحاجه اللي انت مش عايزها. تمام طيب انا هاجي هنا مثلا واقول له انا عايز اعمل اوبننج. ممكن تعمل شفط لو انت عندك السلم ده هيطلع معاك في اكتر من مكان. طيب انا عايز اشوف السلم. يبقى خلاص خلي ده واير فريم. تمام اهوت خلينا نرسم سلم مثلا ده الاورنج بتاعه اهوت. اوكي تمام تقدر تمسك الاوبننج وتطلع بيه زي ما انت عايز. مش هيأثر على السلم هيأثر على الفلور. لما يلاقي فلور هيفتح فيه اوبننج. طيب الستير ممكن تعمل الريلينج ممكن تعمل عليه سيلكت وتقول له كوبي وتقول له الاين تو سيم بليس. بعد كده مرة تقول له اديت اديت وتلغي جزء من السلم. مثلا هلغي الجزء دوت. لو انت عايز تلغي السلم دوت اهو. تمام هقول له اوكي. ومرة تانية تمسك الستير وتقول له اديت اديت وتخلي الجزء اللي جوه دوت زي ما انت حابب يعني. ممكن تعدل فيه زي ما انت عايز. ليه المفروض تلغي؟ طيب عايز تطور دي مثلا ممكن تقول له بيس وتروح قايل له دي تخليها من هنا لهنا مثلا.
طيب لو انا عملت سيلكت على السلم من خلال ان انا سيلكت كده ورحت قايل له فلتر انا عايز الستير بس، يقول له هو تبع السلم، هو اقول له عايز يعمل انزلت اليمنت فيجي بالشكل دوت. تمام. طيب دلوقتي انا عندي سلم بالشكل دوت، لو انا عملت سيلكت عليه هلاقي ان ده نوع من انواع السلم اسمبلي ستير، ممكن اخليه كاست هيتحول لي الشكل دوت، ممكن اعمل سيلكت عليه واروح محوله لبري كاست ستير يبقى بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت عليه اهوت وتقول له اديت، كل واحدة من دول بتلاقي الخصائص بتاعتهم اختلفت وفي حاجات فيهم مشتركة. طيب دلوقتي انا اقول له مثلا الرون تايب دي انا عايز اعمل تريد وعايز اعمل رايزر وفي هنا ميل، انا مش عايز الميل دوت، الغي لي السلم ديت ابلاي وبدأ يدخلي. وعندي في حاجه اسمها النوزنج اللي هي ديت، فممكن تقول له النوزنج ده كبرها لي شويه صغرها لي شويه زي ما انت عايز، اللي هي الاضافه دي اللي فوق السلم اللي هي حته الصوره ديت، نعمل زوم عشان نعرف نتكلم عليها على الحته دي. تمام. طيب الحته دي ممكن تعمل عليها سيلكت وتقول له مثلا انا عايز اغير الرسمه بتاعتها. تمام. ممكن تقول له ابلاي انا عايزها في الفرونت والليفت او في الفرونت والليفت والرايت، يعني الحته النقطه دي تبقى بتلف معايا طول السلم. شايف مش بس كانت في الحته الاولانيه، لا كمان هتلف معايا حوالين السلم. ممكن تعمل سلك تاني وتقول له ايديت وتيجي هنا. شايف الاول كانت حتى القدامية بس، لا بقت تلف حوالينا كلها. طيب اي حاجة بتطبقها هنا المفروض انها اوتوماتيك بتطبق على اللاندنج، بس ممكن تيجي على اللاندنج وتغير فيها السمك بتاعها، تغير ماتيريال مستقل. ممكن تقول له سيم از ران زي ما السلم كله، او تقول له لا ده انا عايز حاجه خاصه بيا، غير في تريد، غير في نوزنج الاضافه الصغيره ديت، ده شكل بروفايل في الباستا او في اللاندنج هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت. ممكن تيجي تعمل سيلكت مثلا على الجزء ده بس وتقول له بقى ايه الكونكشن، انا عايز الكونكشن مثلا في البدايه وفي النهايه في الكونكشن. شايف الكونكشن عمل لي قال ازاي بالشكل دوت، حاسس ان يبقى في كان دي تصنع ديت. تمام. دي كانت مطلوبه مننا في الشغل في شوت درونج، يعني عملناها بالشكل دوت اوتوماتيك. اللي ما يعرفش الموضوع دوت بيعمل زي ماسك او بيعمل زي حاجه 2D، انما هي ممكن تتعمل في قلب السلم عادي.